السلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله بالخير. أجواء جميلة الحمد لله على رحمة الله وفضله وسعة رزقه، أمطار في الرياض وكثير من المناطق الحمد لله في المملكة وغيرها. وأنا أمشي بعد الصلاة تأملت في شغلة، وأشوف أن الحقيقة من أهم الشغلات، وهي أنه دائما يومك يعتمد على بدايته، فإن كانت البداية صحيحة فختام اليوم في الغالب أو سائر اليوم صحيح. فإذا مثلا افتتحت يومك بالفجر بصلاة الفجر وركعتين قبلها وبالذكر والاستغفار وقراءة ما تيسر وقراءة وردك، في الغالب إن يومك سبحان الله تشعر فيه بالبركة والتيسير. فإذا بدأت يومك بشكل صحيح في الغالب أنه يستمر بشكل صحيح، محافظة على الصلوات المكتوبة، يعني البعد عن الحرام، التوفيق، الرزق، البركة، التيسير. بالمناسبة هناك أمر في غاية الأهمية ترى يساعدك على إنجاز مهامك بسهولة وعدم تعثرها في يومك وليلتك، وهو الدعاء بإذهاب الكسل. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح دعا اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل إلى آخر الحديث. ونحن في أذكار الصباح نقول ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. الكسل من أكبر مسبباته مصاحبة الكسالى والبطالين، يسهر طول الليل في الاستراحة مع ناس لا وظائف لا أعمال لا تجارة لا نجاحات لا دراسة، ويعني أو إن كانوا أصحاب وظائف وظائف يعني عادية، وغالبا ما يشتكون يعني ظروفهم وأحوالهم وينقدون ذواتهم ويشتكون دائما من الواقع وغير ذلك. هذا من أكبر الأسباب اللي تعينك على يعني الكسل أو حصول الكسل، لذلك اتركهم وابعد عنهم. الأمر الثاني من الأشياء اللي تورث الكسل كثرة النوم. يعني ترى بالمناسبة ليس سرا كثير من الناس في حياته ما قابل أناس ناجحين يعني بشكل حقيقي، ما قابل أطفال صغار يراجعون القرآن أو يختمونه في كل شهر مرة، ولا قابل أناس. أنا البارحة يحدثني أحد الشباب من يعني من هنا من السعودية، عمره تقريبا 25 سنة ما ينام إلا 4 ساعات في اليوم وعنده 4 شركات، أحدهم يحفظ السنة، يحفظ دواوين السنة، يحفظ الصحيحين والبلوغ، بلوغ المرام وعمدة الأحكام وكثير من المنظومات، وهو عمره ما تجاوز 23 عاما جاني في المسجد، وغيرها من أخوات وبنات وشباب وصغار وكبار صاحب هؤلاء الناجحين، ترى يحفزونك ويدعمونك وتجد نفسك تحيا بمخالطتهم ومجالستهم. أيضا قراءة السيرة، قراءة السير، قراءة التراجم، قراءة سير الناجحين تراها مفيدة.